السلام عليكم إخواني أخواتي، كنرحب بكم فيديو ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غدا نشارك معكم حلوة سهلة واقتصادية مذاق جديد ومتميز. كتجي هشيشة ولذيذة كتذوب في الفم، كنحضروها كلها دفعة واحدة. كتجي مسقية بواحد الصلصة اللي هي روعة. نتمنى تشجيعاتكم للفيديو وتبعوا الفيديو الأخير في جميع النصائح، وديروا واحد لايك للفيديو، تعليق والبرتاج. الله يجازيكم بكل خير. نخليكم مع باقي المراحل، فرجة ممتعة. إذا عندنا في المكونات كاس ديال سكر حبيبات، نص كاس ديال الزيت القياسات بكاس العنبة، دقيق خاص بالحلويات كيس فانيلا للتنسيم، وكيس خميرة الحلويات 8 غرام، 125 غرام ديال الزبدة، جوج معالق كبار ديال شوكولا فيرميسيل، كيس ديال الفلون بنكهة الشوكولا، بيضة واحدة. إذا على بركة الله، أول شيء كنحتاجو هنايا للطحانة اللي غادي نطحنو فيها المكونات وكنسهلو علينا الخدمة. كنوضع بيضة واحدة، كنضيف نص كاس ديال الزيت، ثم نضيف كاس ديال سكر حبيبات، وغادي نسم بكيس ديال فاني، يمكن ليكم تعوضوه بمبشور ليمون حامض. نضيف الزبدة بعد ما كنقطعها هنايا القطع، ثم غادي نطحن كل شيء مزيان حتى كنحصلو على خليط كريمي ومنسجمين فيه جميع المكونات بهذا الشكل. هاد الطريقة غادي تغنيكم على أنكم تطحنوا كل مكون بوحدو، طريقة عملية. هذا هو الشكل ديال الخليط كما كتلاحظوا معايا. كنوضع هذا الخليط اللي طحناه هنايا في الإناء اللي غادي نخدمو فيه، وغادي نزيد باقي المكونات. كنضيف كمية من الدقيق مع كيس ديال خميرة الحلويات 8 غرام. نضيف في هذه المرحلة كيس ديال الفلون بذوق الشوكولا، يمكن لكم تعوضوه بمعلقة ديال قهوة سريعة الذوبان، غير باش كنلونوا العجين ومنها كيزيد نكهة زوينة للعجين، أو بإمكانكم أيضا تخليو العجين هكا عادي بلا ما تضيفوا ليه هاد الفلون. كيبقى لكم الاختيار أخواتي. كنجمع العجين وأنا كنزيد دقيق تدريجيا. من الأفضل الدقيق ديالكم يكون مغربل من قبل باش هكا كتفاداو التكتلات في الخليط ديالكم. بالنسبه ايضا لكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت في هذا العجين، احتاجيت بالضبط 400 غرام ديال الدقيق. راني خدمت بدقيق خاص بالحلويات باش هكا كينجحوا معنا جميع الحلويات. بعد ما كنجمع العجين بهذا الشكل، الان كنضيف ليه هنا جوج معالق كبار ديال الفيرميسيل، الا كان متوفر ما كانش ماشي مشكل. وهذا هو القوام ديال العجين، خاصو يكون رطب. الان مباشره كندوز نشكل حرابل بهذه الطريقه. كناخذ كميه من العجين، كنحاول نحربلو بهذه الطريقه، كنعطيه سمك رقيق، ما نحاولوش نغلضوهم حيت غيضاعف الحجم ديالهم في الفران. كنشكل هكا حرابل طوال. غير بشويه عليكم، انا غير مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. من بعد ما حربلت 4 ديال الاشرطه، كنقطع الشريط الاول، وهذاك الشريط الاول اللي قطعت هو باش غادي ناخذ القياسات كامله باش كيجوني في نفس الحجم، يعني بلا طاب. والله يجازيكم بخير اخواتي. الى وصلتوا معايا حتى لهنا، بغيت نذكركم فقط ديروا واحد لايك للفيديو فضلا وليس امرا، والا شفتوني وشفتوا الفيديوهات ديالي استحقوا. صافي اخواتي، بعد ما قطعتهم كاملين كنحاول هكا نعطيهم شكل اصابع ونفينيهم مزيان. غير حاولوا انكم ترقوهم باش ما يجيوكم شغلات بزاف، حيت مازال كيتبسطوا في الفران، ما كيبقاش الشكل ديالهم هكا.
الان بعد ما عمرت لاطه الاولى الان كندخلهم للفران. بالنسبه ليا عندي فران ديال الغاز كنشعل عليه من التحت فقط وكندخل الحلوه ديالي الطيب على نار مهيله حتى كنشوفهم تحمروا من التحت. عاده كنزلهم لتحت ديال الفران باش كيتحمروا على الوجه ديالهم. صافي كنخرجوهم. بعد ما كطيب الحلوه هذا هو شكلها، كتجي بحال هكا. يعني كي قلت لكم راه كيتنفخوا وكيتبسطوا في الفران. الان مباشره غادي ندوزو نحضروا الصلصه ديال الكراميل فاش غادي نفندو هاد الحلوه. كناخذ كاس الا ربع ديال سكر حبيبات، كنوضعوه هنايا في هاد الكاسرون وكنديه على النار اللي تكون مهيله طبعا، وكنخلي هاد السكر حتى يبدا كيدوب من الجوانب. في الاول ما نقيسوش حتى كيبان لينا هكا بدا كيدوب من الجوانب. كنحاولوا الان نحركوه بهذه الطريقه هذه فقط حتى كيبان لينا السكر كله داب من الجوانب. عاده كناخذوا الان معلقه ونبداو كنحركوا فيه حتى كيدوب بالكامل. الان بعد ما داب السكر كامل غادي نضيف عليه كاس ديال الحليب. لي ضروري هاد الحليب يكون دافي، كنضيفوه هكا شويه بشويه وحنا كنحركو بالمعلقه. نصيحه غير حاولوا تبعدوا الوجه ديالكم. بعد ما ضفت هذاك الحليب غادي يبان لكم هنا الكراميل تحجر عادي، غير بقاو هكا حركوا فيه حتى كيعاود يذوب هاد الكراميل اللي تحجر معنا. وإلا شفتوا هاد الكراميل اللي تحجر ما بغاش يذوب لكم صافي حيدوه ماشي مشكل. الان في هذه المرحله غادي نضيف 5 ديال القطع ديال الشكلاط الابيض، ثم نحرك مزيان حتى كيذوب هذا الشكلاط وكيغلى هذا الكراميل. صافي كنطفيو على النار. وكنفرغوا الكراميل هنايا وكنخليه حتى كيدفى. عاده غادي نبداو نغطسو فيه الحلوه ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا عندي الكوك المحمر، كنحمرو في المقله مع التحريك المستمر حتى كتحصلوا عليه بهذا اللون. كيجي هكا اللون ديالو ذهبي محمر وزوين، وحتى المذاق ديالو رائع جدا. طريقه واضحه، كناخذ الحبات ديال الحلوه كنرميهم هنا في هذه الصلصه، يعني غير كندوزهم منها صافي وكنحطهم مباشره في الكوك. غير واحد النقطه بغيت نقولها لكم بالنسبه لهاد الصلصه، راه ما كفاتنيش، بقاو ليا هكاك بعد الحبات راني دهنتهم غير بالعسل وفنتهم في الكوك. بالنسبه للصلصه الا غادي تحضروها نتوما اخواتي، غادي ديروا كاس عامر ديال سكر الحبيبات، ركزوا معايا، كاس عامر ديال سكر الحبيبات، جوج كيسان ديال الحليب، زائد 10 ديال القطع ديال الشكلاط الابيض. يعني غادي تضاعفوا الكميه اللي درت انا، غادي تكفيكم هاد الحبات ديال الحلوه، وحتى الحلوه غادي تشرب لكم الكراميل من الداخل مزيان. كنتمنى تكونوا فهمتوني، اي تعليق مرحبا، راني كنجاوب على جميع التعليق ديالكم. وبالنسبه للكاس باش غادي تعبروا السكر، هو كاس العنبه، يعني انا درت كاس لاروب ديال السكر، نتوما غادي ديروا كاس ديال العنبه ديال السكر. صافي هنا بعد ما انتهيت الان غادي نزينو الحلوه ديالنا بخطوط عشوائيه بالشكلاط الاسود. هاد المرحله كتبقى اختياريه، هاد التزيين كيعطي منظر زوين للحلوه. نخليكم مع الفيديو نتلاقاو مع الشكل النهائي. وشكرا لكم اخواتي ملي وصلتوا معايا المرحله ديال التقديم ديال الحلوه ديالنا. كنحصلوا على سيجار بشكل جميل، المذاق ديالو كيحمق بطريقه بسيطه وسهله. كنصوبوا كميه كثيره، الحلوه ديالنا كتجي هشيشه حيت خدمناها بصلصه الكراميل زوينه. جربوها وكتبوا لي في التعليق كيفاش جاتكم. ما تنساوش تفعلوا الجرس على الكل. شكرا على وفائكم، مع السلامه.